بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير سيداتي أنساتي سادتي من استاد هيلتون فيرمون شيراتون سابقا مصر الجديدة. نرحب بحضراتكم وننقل لكم الماتش النهائي. شكرا لحضوركم وشكرا لتشجيعكم. ماتش النهائي للبرونكو كاب. برونكو كاب عشان اللي ما كانش معانا من الأول، دول 23 اسم عملنا بيهم 16 فريق عشان سهولة خروج المغلوب. عايزين ده. و وصلنا للماتش النهائي. قبل ما ابتدي لازم اولا اشكر حضوركم واشكر 23 رئيس اسم واعضاء تعاونوا معانا وفهموا الكونسيبت. احنا لا ماتشات ولا يعني مش مهم الجائزة، كلنا بناخد جوائز، ده نوع من انواع الانتراكتف سي ام اي. الماتش النهائي ده وصلوا فريقين كبار قوي 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 قوي. فريق المنصورة اللي بيتصور اهو على يميني لابس الاصفر، لعب كسب دور الستاشر دور الثمانية. السيمي فاينال كان ماتش عنيف جدا مع الازهر، كسب الازهر بفرق طفيف. اهلا بيكم فريق المنصورة. بسرعة الاسامي بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد اللايح مدرس مساعد. محمد طحلب مدرس مساعد. احمد فوده مدرس مساعد. احمد مصطفى مدرس مساعد. محمد شحته مدرس مساعد. المدرسين ما جوش عشان المدرسين بيعملوا فلوس. الكوتش فين؟ كوتش محمد حنفي، الدكتور محمد حنفي الكوتش. تحيه كبيره لفريق المنصوره. فريق القصر العيني عمل جولات وصولات الستاشر. على فكرة الماتش الافتتاحي كان هنا من سنة في برضو المؤتمر، مؤتمر البرونكولوجي. لعب ستاشر وكسب التمانية في الدور قبل النهائي. كانت مباراة عنيفة جدا، بس والله يا سعادة اللواء دكتور سعيد، فريق القصر العيني زي ما انت شايف وكان قدامهم بنا. دكتور مجدي عمر موجود رئيس اسم بنا. فريق بنها لطيف جدا، كلهم بتلعبوا مع بنها، كسبتوا بنها. فيميلز ليديز يونج ليديز مدرسين مساعدين، بس ستايل طالبات في سنه تانية. بس ايه، كان ماتش قوي جدا. فريق القصر العيني يقدم ليها نفسه. خلاص. هدير عبد الوهاب مدرس مساعد. محمد كمال مدرس مساعد. احمد عامر مدرس مساعد. احمد طنطاوي مدرس مساعد. محمد شعبان مدرس مساعد. كله مدرسين مساعدين هنا وهنا. فين المدرسين بيعملوا فلوس؟ الكوتش الكبير بقى، ها دكتور مصطفى الشاذلي. ما تقولش انك في مجلس اداره البرونكولوجي عشان هيقولوا دي كوسه. انا خايف اقول لو سمحت الحاجات دي ما بتعملش. طيب احنا نخلي الميكروفون تحت. نظام الماتش النهارده، اولا قبل ما ابتدي انا بحب اشكر شكر جزيل جدا 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 دكتور طارق صفوت رئيس الجمعيه اخويا الحبيب ولكل مجلس الاداره، وبخص بالشكر الدكتور جمال ربيع فارس الرهان واللي ادانا ساعه من المؤتمر الجميل الحلو اللي الوقت فيه زحمه جدا. عايزين نبقى بسرعه بقى. بشكر كمان شركتين هما السبونسر للموضوع. الموضوع ده يا جماعه اللوجيستيك بتاعته معقده وناس بتيجي وناس بتروح وكده واكوموديشن وهيصه. شركة نوفارتس والدكتورة دينا وديع ودينا جبرة وكل التيم بتاع نوفارتس كلهم والدكتور الجوهري بنشكرهم. شركة أسترازينيكا والتيم بتاعها الدكتور عماد فؤاد. ساندوز أنا آسف، ساندوز دكتور عماد فؤاد. هتلاقوا حاجات من دي كتير محدش يعني ياخد باله نعديها. واللي نظم شركة سي أو بي، شركة الراعية للجمعية بتاعتنا، المهندس اسلام شلبي والتيم المميز بتاعه. الماتش النهارده ازاي؟ 10 اسئله، وقلنا عشان ماتش واعصاب هنعمل شوطين 5 و5 واحنا قاعدين مش هنتحرك، وخمس دقايق استراحه. هنعمل ايه بقى؟ هيبقى في استوديو تحليلي ان شاء الله يشتغل اوديو فيجوال. اساتذه هيعلقوا لنا على الشوط الاولاني وتوقعاتهم في الشوط الثاني. وصلنا للتعادل، هنعمل ضربات الجزاء الترجيحية.
خمس أسئلة بس، دكتور قدام دكتور، مش الخمسة، مش التيم. اللي جاب الأول ويخلص، لا هو 60 ثانية، اللي جاوب صح بعد السؤال 11 أو 12 الماتش بيخلص. تعادلنا، كان مفروض أثناء البطولة بنعمل قرعة، بس احنا في النهاية احنا مش عايزين، على فكرة كل الماتشات اللي خلصت 14 ماتش ما وصلناش للقرعة، القرعة دي مش لطيفة. هعمل ثلاث أسئلة اسمهم last chance questions، مش مديهم الحكام، ما تسربوش. بقيت الأسئلة تسربت هنا مع الحكام. ثلاث أسئلة سريعة بس دي بعامل الوقت، مش 60 ثانية، 50 ثانية، 45، 40 ثانية. اللي جاوب الأول صح يبقى كده، اللي تسرع وجاوب وطلع غلط فريق تاني بياخد الفورس تايم، وبرضه لعيب قدام لعيب. عندنا بقى حكام جايين، حكام أجانب، لأن الفريقين دول تقال قوي قوي. عندنا فريق بتاع المستشار الخلوق هيعمل يعني اعتراضات، وفريق بيراميدز الفلوس، فجبنا حكام أجانب. أستاذ الدكتور طارق صفوت حكم من تركيا، دكتور جمال ربيع حكم من أسيوط، أجانب مش معانا. الوحيد اللي ابن البلد معانا من عين شمس الدكتور أشرف مدكور. يلا without any delay هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي أول سؤال. في فيديو؟ طب مش تغششني، القصاص القصاص علي صوتك، فين الفيديو؟ يلا بس مش عايزين نطول فيه. مدته قد ايه؟ اتس وان مينت. يلا ضربة البداية والسؤال الأول مع الحكم السينيور الأستاذ الدكتور طارق صفوت، تفضل يا باشا. 60 ثانية طلعونا على الهواء منظر. يلا بيه. حرام هنا خلاص. لا قدامك قدامك يا بيه.
ما حدش يحرك يا جماعه، انا معايا question عشان مش لاقي الورق. A 50 year old previously healthy man is admitted to the ICU secondary to progressive acute failure respiratory due to sepsis of pulmonary origin. He requires low tidal volume ventilatory support because of high peak and plateau pressures. Which of the following is most likely to occur in this patient on a protective ventilatory strategy? A, B, C, and D. عندكم 60 ثانية. من أول 60 ثانية معنا فوتينج باد نستخدمها. الفوتينج باد معرفة، أكتر واحد هيجاوب صح من الاتنديز له جايزة. انت كوتش يا باشا، ما ينفعش تجاوب. انت مش شايف كوتش؟ انت بتبقى بالدولار يا مصطفى. انت كوتش بتبقى بالدولار. 60 ثانية. التايم طالع. ما التايم ما بيتحركش ولا ايه؟ ولا فوق؟ 19 ثانية. 15. محدش جاب. لا خلاص. قصر العين يوصل. منصورة لسه. 5 ثواني. اسحب الورق. قوي. الفوتين طلع. قبل ما الاستاذ الدكتور طارق يقول لنا النتيجة، انا هطلع حضرتك علق بقى نشوف النتائج من حضرتك. الفريقين النتيجة قصر العيني سي والمنصورة سي والكوريكت انسر سي. طبعا اللي كلنا عارفين لو ستريتش فنتيلاتور سبورت بيقلل البرو انفلاماتوري ميدياترز، الهاي ستريتش بيزود السيرش على الالفيولاي ويزود السيتوكاينز اكسترا. فالاجابه صحيحه 100%. بعد السؤال الاول النتيجه التعادل 1-1 والفلور ماشي معانا وجايب نتائج صح. شكرا دكتور طارق. 1-1 حطت لنا السكور فوق فوق على اليمين. 1-1 اهي. طيب السؤال الثاني استاذ دكتور جمال ربيع. Male patient, 59 years old, with a history of pulmonary embolism diagnosed 2 years ago and treated with warfarin for 6 months and evaluated for progressive dyspnea and bilateral lower limb edema. His physical examination show prominent B2 and tricuspid regurgitation murmur as well as bilateral lower limb edema. Radionuclide ventilation perfusion scanning revealing absent flow to the right lower loop and the right middle loop. Right-sided heart catheterization data are given in table 1. Pulmonary angiography show a Bausch defect with complete occlusion of right lower loop and right middle loop arteries. No other cause for pulmonary hypertension is uncovered by his evaluation. The patient pulmonary hypertension is categorized as World Health Organization functional class 2. Which of the following appropriate therapy for this patient? اختاروا عندكم 4 اختيارات وعندكم الداتا. استاذنك ايه بس هيبصوا على عشان حطينا التيبل متاخر. ده اللي شايفينه التيبل ده اللي هو القراءات الرايت هارت كاسترايزيشن زي ما انتم شايفينها بكل الداتا بتاعتها. الكويتشنز ايه اللي هتستخدمه والبروبر انترفنشنز في العيان ده؟ هل نعمل بالون بالمونري انجيوبلاستي اللي هي الاي، ولا ندي انترافينس التبريز، ولا ندي اورر ريكيجويت، ولا نعمل سيرجيكال بالمونري ثرومب اند ارتريكتومي؟ بليز فوت. 60 ثانيه اجابه للفريقين. الكوتشين ما بيتكلموش مع الفريق، يتكلموا مع اللي جنبيهم بس، لكن يعني مع الفريق لا. 60 ثانية. يلا 43. حد جاوب؟ مستعجلش. المنصورة جاوب مستعجل قوي. 30. قصر العيني لسه واخد وقته وده من حقه.
هنا ما فيش التايم بيفرق، ناخد وقتنا. يلا والقصر العيني جاوب، طلع لنا من فضلك الفوتينج. دكتور جمال ادي النتيجة هنا. بسم الله ما شاء الله، يعني سواء الفلور او الفريقين جابوا الاجابة الصحيحة اللي هي دي، لان واضح ان الحالة ان احنا بنتعامل مع الستاف، الستاف اللي هو الكرونيك ثرومبو امبوليك بالمونري هايبرتنشن، والتريتمنت اوف تشويس طبعا هو الثرومبو اند ارتريكتومي. دكتور مصطفى عامل شغل في البالمونري هايبرتنشن كويس. بقى سؤال مش محايد، ها اسئله سهله بس سيمي. فريقين جاوبوا صح بعد السؤال الثاني، نتيجه فول سكور للفريقين 2-2، وكمان عندنا الفلور ما شاء الله. ننقل عشان الوقت على السؤال الثالث. استاذ الدكتور اشرف مدكور، حد عايز يبدل حاجه من اللعيبه؟ ليه دول بيجاوبوا كويس، بدلهم بكلهم، غير القيادات على طول. السؤال الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. 20 year old woman with severe asthma has received supplemental oxygen nebulized albuterol continuously, intravenous methylprednisolone and intravenous magnesium, but has failed to improve and was just intubated. Her laboratory study obtained 10 minutes earlier revealed the following: arterial pH 717, carbon dioxide tension 54 millimeter mercury, oxygen tension 80 millimeter mercury, bicarbonate 21 milli equivalent per liter, sodium 136, chloride 99 and potassium 2.8 milli equivalent. Which acid base balance disorder is present? Please answer now. A. حط لهم الاجابات ابي. هم يقولوا ارى الاوبشن الاولاني رايت ريسبيراتوري اسيدوزز، ريسبيراتوري دوز بلس انين جاب ميتابوليك اسيدوزز، ريسبيراتوري اسيدوز بلس انين جاب ميتابوليك اسيدوزز، ريسبيراتوري اسيدوز بلس انين جاب ميتابوليك اسيدوز بلس نان انين جاب ميكروفون يا دكتور اسيدوزز. فوت ناو 60 ثانيه، الفوتنج باد والفريقين 60 ثانيه. اسئله سهله خالص من كتاب الوزاره. هو فين كتاب الوزاره بس عشان نبقى عارفين. 45 ثانيه. السؤال ده مش من الوزاره، ده من لامي، ده من سلاح التلميذ. الوزاره ما توزعش كتب. 30 ثانيه. ها يا مسهل، ده طلع لا لامي ولا كتاب الوزاره. خمستاشر، الولادة متعسرة. منصورة خلص، منصورة بيخلص الأول يا دكتور مصطفى. ده معناه أن الفريق أصل عيني راسي وهادي بياخد وقته. خلاص شد الورقة، يشدها برضو. الإجابة دينا الفوتينج لو سمحت. بالنسبة للإجابة، أول حاجة طبعا المنصورة قالت بي، القصر العيني قال دي، والفلور والفلور قال بي. هي الكوريكت أنسر هي طبعا بي. العين أصلا احنا زي ما احنا شايفين في ريسبيراتوري اسيدوزز، الكربون دايكسايد عالي والبي اتش اسيدوتيك، فده في ريسبيراتوري اسيدوزز. الانين جاب ميتابوليك اسيدوزز، هنبص على البايكربونات، احنا العينة دي اكيوت، فكل 10 increase في الكربون دايكسايد هيبقى فيه 1 ملي اكويفالنت انكريس في البايكربونات. هنا البايكربونات 21، المفروض البايكربونات الاكسبكتد هنا تبقى اراوند 26، فعشان كده هو ما دام البايكربونات اقل من الاكسبكتد ما زادتش ال 10، يبقى ده ما زادتش اللي هي ال 1.4، المفروض تبقى 26، يبقى العينه دي عندها ميتابوليك اسيدوز. انين جاب لو نحسن الانين جاب فورمولا، النورمال انين جاب فورمولا من 8 ل 12، هنا الانين جاب 16، عشان كده دي انين جاب ميتابوليك اسيدوز وذ ريسبيراتوري اسيدوز. الكوركت انسر از بي. ثانك يو. سكور المنصوره جاوب صح والقصر العيني جاوب غلط. جاوب غلط. يبقى هنا بعد السؤال الثالث المنصورة واخدة الليد كسبانة 3-2. قدامنا 7 أسئلة مفيش مشاكل. برافو المنصورة، هارد لك القصر العيني. السؤال الرابع الأستاذ الدكتور طارق صفوت. Following an episode of acute respiratory failure, a patient undergoes
a spontaneous breathing trial using pressure support mode. A capnographic tracing is shown in figure 3A. In several breathing cycles, a notch is visible during the alveolar plateau, اللي هي الوايت اروز اللي باينه. Which of the following best explains the origin of these notches? توكلوا على الله. اقرا له من فضلك اختيارات من فضلك. الاختيارات بقى زي ما هي موجوده عندكم: A circuit leak, B central apneas, C dynamic airway closure, و D trigger disynchrony. يلا 60 ثانية الفلوري فوت برضو. لسه 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 ارجع 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 ارجع. أربعين ثانية. في حد بيغش ولا ايه؟ نسمع اصوات. دخلنا بقى في الأسئلة. منصورة جاوب، منصورة جاوب، والأصل عيني جاوب. ورينا الفوتينج لو سمحت. الفوتينج، الفوتينج. آخ برافو للفلور حقيقي. الأصل العيني سي، والمنصورة سي، والكوركت أنسر دي زي الفلور. فمبروك للفلور، الفلور هم اللي ردوا صح. ليه؟ ايه الالفنلات يا ابني عشان نديها الفلور؟ حضرتك ايه الالفنلات؟ فلور برافو الفلور. هنعمل فريق بعد كده منتخب الفلور. الفلور برافو عليكم، ان انا قعدت ذاكرت في الحدوته دي معلش انا عجزت. فالرد بتاعها ان هو الاكسبيراتوري فلو كان بي انتربتد باي انسبيريتوري افورتس that failed to trigger the ventilatory trigger disynchrony. The choice D is correct. The trigger disynchrony patient effort that fails to trigger the ventilator is common during pressure support breathing and becomes increasingly evident at higher levels of support. فمبروك للفلور، فلور صح دي. يبقى بعد السؤال الرابع النتيجة ما تحركتش، الفلور هو الكسبان. الإجابة الصحيحة دي، ونتيجة ما زالت بعد السؤال الرابع: 3 المنصورة، 2 القصر العيني. احنا نايمين ولا حاجة؟ ما نشد حيلنا شوية، الأسئلة سهلة، وأنا والدكتور طارق عارفينها من غير ما نقرأ الإجابة. سهلة أوي، بيني وبينك يعني. سهلة. الله يسامحك. الله يسامحني. ماشي. السؤال الخامس كمال ربيع، حد هيغير؟ ما فيش. سؤال الخامس، تفضل دكتور جمال. An old female with long-standing history of severe asthma is referred to your specialty asthma clinic regarding suitability for bronchial thermoplasty. She is currently symptomatic and has 8 exacerbation in the past year, requiring courses of oral corticosteroids. She has been hospitalized 3 times for asthma exacerbation, and she has required the mechanical ventilation support on one occasion. Her current maintenance therapy include combination ICS LAMA and LITRA. She has excellent inhaler technique and is adherent to the prescribed therapy. She has received 2 different biological agents in the last 2 years. They were discontinued by her regular pulmonologist because of lack of efficacy. A chest radiograph was normal apart from signs of hyperinflation. Spirometry testing are shown in the table above. رجعنا. نرجع. تيبل واضح البلمونري فانكشن بتاعتها؟ هي لو مش باينه انا ممكن اقراها. الاف في سي للبريدكتد 94%، ده بري برونكو دايليتور، وبعدين 96 بوست. نكبر، برافو عليك.
بتالي باينه بقى خلاص مش محتاجه اقراها. برافو عليك، شكرا. نقلب اللي بعده. الاختيارات اللي عندكم اللي تختاروا منها، هل الـ A ان هي she is an ideal candidate for thermoplasty because of severity of asthma, frequency of exacerbation and the hospitalization for life-threatening asthma exacerbation، ولا she may a suitable candidate pending the results of additional investigations، ولا she is not an ideal candidate because maintenance therapy has not yet been maximized، أو she is not an ideal candidate but she may be suitable of bronchial thermoplasty is performed within an approved clinical trial. سؤال سهل خالص اهو، يلا فوت 60 ثانية. الإجابات بعيدة خالص عن بعضها. 60 ثانية الفوتينج والفريقين، يلا بسرعة. ثلاثين ثانية. عشرين. طبعا ما ده ماتش فاينل مش اي حاجة يعني زي اللي فات. خمس ثواني القصر العيني خلص. ها القصر العيني خلص. منصورة شد الورق يلا دينا الفوتنج من فضلك. انا عجبني جدا 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 الفلور، بس اللي مش عجبني لو عدينا الاجابات بتاعت الفلور هنلاقيها 15 20. هو في كام برد متوزعين؟ 50. اللي مش عايز يجاوب يا جماعة يدي اللي ما معوش سيمبلي. اتفضل دكتور جمال. هو هنا الفلور جاوب الاجابه الصحيحه اللي هي دي، القصر العيني جاوب الاجابه الصحيحه اللي هي دي، والمنصوره جاوبت اجابه خاطئه بي. هو هنا طبعا العيانه تعتبر ما تعتبرش جود كانديديت للسيرموبلاستي على اساس ان احد الجود كرايتيريا ان لازم يكون العيانه ما عندهاش لايف ثريتنينج ازمه قبل كده. فالاجابه الصحيحه هي دي زي ما جاوبت المنصور كده. كويس درو يعني. خلصنا الشوط الاول خمس اسئله والنتيجه التعادل 3-3. ممكن ننتقل دلوقتي، هناخد خمس دقائق بريك واحنا قاعدين في مكاننا، هنسمع رأي الإكسبرتيز المحللين من استوديوهاتنا في مش في الدوحة، استوديوهاتنا اللي معانا هنا هوت في مصر في كايرو، مش عايزين الدوحة. اهلا 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 بحضرتك يا دكتور. برحب معايا بدكتور مها غانم استاذ امراض الصدر بطب اسيوط. اهلا بك يا دكتور. برحب طبعا بدكتور خالد وجيه استاذ امراض الصدر بطب عين شمس. اهلا بحضرتك يا دكتور خالد. من فضلك دكتورة مها ادينا رأيك كده وتحليلك لأداء الفريقين في الشوط الأولاني. أولا طبعا تهنئة من القلب فعلا لهذا يعني النشاط الجميل المتميز الكومبيتيتيف، حتى الفلور يعني شيرينج. فالنهاردة اللي كسب لحد دلوقتي الفلور، الفلور جايب سؤال زيادة، لكن طبعا بغض النظر عن النتيجة احنا شايفين ان هي المباراة حامية جدا، واحدة يمين واحدة شمال، the blue and the yellow teams الاثنين very competitive، ويعني الامور ماشية so far so good. بغض النظر عن اللي هيحصل في الاسئله اللي جايه عادل بيه، احنا شايفين الاسئله غطت حاجات كتيره قوي في الحاجات اللي احنا يعني بنشوفها في الاي سي يو، في البالمونري امبوليزم، الاسما، سيفير فورمز، و they were all very much to the level. بغض النظر عن الاسئله برضو اللي واضع الاسئله، في اسئله كبيره عايزه وقت اكتر كده عشان واحد يبص حتى في الفيجرز او في السؤال، فالاستيعاب كان سريع منهم.
والردود الى حد ما حتى يعني الاخطاء كانت فيري ماتش ليميتد. يعني توقعاتك ايه حضرتك الماتش يخلص ازاي؟ احنا هنفضل نلعب لحد ما حد يكسب بالظبط. فيعني ان شاء الله there will be a winner. انا شايفاهم من دلوقتي قدام عيني الاثنين زي الفل والاثنين وينر دكتور عادل. يعني اللي هيكسب هنقول هنغرمه بقى فشوفوا هما لسه. شكرا جزيلا دكتوره مها. الف الف شكر. شكرا جزيلا بالتوفيق لاخر الماتش. احنا مستمتعين وان شاء الله للاخر ان شاء الله. شكرا جزيلا اخويا الحبيب استاذ الدكتور خالد وجيه. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. راي حضرتك بصراحة ماتش يليق بالنهائي. الفرقتين مستعدين استعداد جيد جدا. الفرقتين مركزين المنصورة والقصر العيني وواضح جدا مجهود الكوتشز بتاعتهم أستاذ دكتور محمد الحفني وأستاذ دكتور مصطفى الشاذلي. الأسئلة أسئلة to the points على مستوى راقي يليق بالنهائي. الأسئلة كلها بتغطي معلوماتنا الديلي براكتس والحاجات معظمها في الاي سي يو وحاجات كلها up to the level. وبصراحة كان المستوى عالي جدا والمنافسة قوية جدا وصعب بصراحة الواحد يتكهن بالنتيجة. إنما نحن مبسوطين جدا بالمستوى الأداء وإن شاء الله التوفيق للفريقين بإذن الله. شكرا جزيلا ألف شكر. هنلتقي مع حضراتكم بعد نهاية الشوط الثاني. شكرا دكتورة مها أستاذ دكتور خالد والمذيعة المميزة. شكرا لحضرتك يا دكتور. ننتقل إلى الملعب ونواصل يا دكتور مجدي بيه. الفاصل خلص ففاصل ونواصل. هنواصل بقى دلوقتي ان شاء الله مع السؤال السادس. اسهل خالص مية خالص. دايما اسئلة الاستاذ الدكتور اشرف مدكور سهلة. تفضل يا بيه. 45 year old man is admitted to the ICU with ARDS. He has just returned. الميكروفون يا دكتور. He has just returned from a pilgrimage to Saudi Arabia 2 days ago. On the flight home he noticed fever and sore throat and cough. Approximately 12 hours after returning, his fever worsened and shortness of breath develops, which continued to progress over the next 24 hours. He presented to the emergency department and was intubated immediately for hypoxemic respiratory failure. His brother, who traveled with him, reports no thick contact or unusual activities. He stayed in multiple homes of local villages, ate local food, and traveled largely by foot and bus. Chest radiography shown in addition to the antibiotic supportive care, which of the follow infection control precaution should be initiated. الإجابة A لو كان contact, B droplet and contact, C airborne and contact, B airborne. Please vote now. Infection control يلا. Voting 60 ثانية. مش كله بقى فنتليتور بقى وبتاع ما عنانين بيموتوا لو ما فيش infection control برضو. خمسة واربعين. الإجابة هياخد نقطة الصح ويبين مستوى الانفكشن كنترول في كل حتة. يعني كله ركس. عشرين ثانية. قصر العيني خلص. الأناس في المنصورة اللي خلصت. قصر العيني لسه. قصر العيني خلص. ادينا الفوتنج من فضلك. يا سلام على الفلور. الله عليك يا فلور. ده نادي بيراميدز والشيخ إيادة هيشتري الفلور كله. بس ما يقدرش يشترينا. احنا محدش يشترينا ابدا. الإجابة الصح يا السي زي ما الفلور قال. للأسف إن القصر العيني والمنصورة الاتنين جاوبوا غلط. الاتنين قالوا بي. هي القصة إن الإجابة الصح اللي هي الإيربون أند الكونتاكت. طبعا الكونتاكت إنفكشن أي واحد عنده ده الشخص ده طبعا عنده إيه آر دي إس غالبا الإكسبكتد إن هو حصل له ميدل إيست ريسبيراتوري سندروم بكورونا فيروس دخلته في إيه آر دي إس. فأي واحد عنده كونتيجيوس إنفكشن لازم يعمل كونتاكت الأول. بالنسبه للايربورن بريكوشن ده للناس اللي عندهم الفيو باثوجنز اللي هم سمول فاين بارتيكلز اللي هم ريزيستنت سبريدد فدولت لازم يعمل لهم سنجل روم ونيجاتيف ساكشن. من الحاجات القليله اللي بتعمل لها زي التي بي زي الفاريسيلا فيروس والميزلز والكورونا فيروس دولت من ضمن الحاجات اللي لازم يعمل لهم ايربورن بريكوشن. عشان كده الاجابه الصح سي.
انا حودي عياميني بتوع الانفكشن الدكتور محمد بعد اذنك مستشفى الفلور، لكن يعني انفكشن لا تروح لا هنا ولا هنا. لا الفلور دول اساتذه كبار يعني. يعني بس يا ريت يكون بيتطبق. لا نصحى بقى يا اسلام، هات لي فانيلات الفلور لو سمحت. يلا السؤال السابع، اخونا العزيز الاستاذ الدكتور طارق صفوت، اتفضل. خبيني المايك. السؤال السابع، a 54 year old man with medical history significant of obstructive sleep apnea BMI بتاعته عالية 35، عنده coronary heart disease post coronary artery stent، اتحط له stent placement 3 years ago و he has significant alcohol use، he presents with increasing shortness of breath foul smelling purulent sputum، في الامرجنسي ديبارتمنت هيز febrile temperature 39 وشوية، he's hemodynamically stable with blood pressure 170/95، ال respiratory rate 35 oxygen saturation 91 على 100% FiO2 non-rebreathing mask، his head is atraumatic مش مخبوط ما تعورش ولا حاجة، and normocephalic without craniofacial abnormalities، his lab are notable for serum sodium قليل 122، البوتاسيوم اوكي 4.9، بايكارب 17، البنكريات نورمال، جلوكوز انا بغلطكم على فكره، المهم جلوكوز 93، ريسيتيشن ويز 2 لتر اوف كريستالويدز، هيز بالس از ديكريزد سلايتلي تو 120 بير مينيت، بات هيز تاكيبنيا هاز ورسن تو 44 per minute and his oxygen saturation is now dropping to 89% on high flow nasal cannula with 100% FiO2 and a 40 liter minute of flow. The decision is made to place an endotracheal tube and support his breathing with mechanical ventilation. So which of the following is true about placing an endotracheal tube in him? Number A, induction with ketamine will decrease his risk of mortality compared with using etopimidate. B, providing apneic oxygenation will reduce his chance of developing significant hypoxia during the intubation. Number C, using video laryngoscopy will improve the view of the airway but will not facilitate faster intubation compared with direct laryngoscopy. واخر حاجه دي، روكورونيوم should be used for neuromuscular blockade at his at considerable risk but for clinically significant hyperkalemia from succinyl choline. شكرا دكتور طارق. فوتنج يلا 60 ثانيه بسرعه، سهل خالص. اي سي يو كبرنا الأسئلة اهي 40 ثانية. احنا بتوع الاي سي يو مش حد تاني، مش تخصص تاني، هنشوف الكلام ده مظبوط. لا دكتور مصطفى انت موافقني، إدارة المستشفيات دكتور حفني هنشوف الكلام ده مظبوط ولا لا. 15 ثانية. منصورة خلصت واخد الاي سي يو من التخدير. منصورة 5 ثواني. قصر العيني خلص، ادينا الفوتنج من فضلك. والله العظيم عايز اقول للفلور الله عليك يا ايه يا حبيب والديك. الفلور هو الله عليك يا حبيب والديك. اتفضل يا بيه. انت غششت الفلور يا عادل. انا قاعد مع الفلور واخدهم في حرس سد كده وقاعدين نتكلم. يلا باشا. الفلور فعلا لازم ياخد فانيلات. المنصوره سي والقصر العيني دي الكوركت انسر. الكوركت انسر
السي. طب مش عرفكم ما قلناش الكوركت انسر. الكوركت انسر السي. طبعا الكوركت انسر السي ان هو using video laryngoscopy has been shown to improve the view of the glottis. انت محتاج حاجه سريعه هنا. And the airway over direct laryngoscopy. However, the better view didn't result in improved first pass success rate for intubation, nor it did it shorten the time to successful intubation too large. انت محتاج سرعه. فالدايركت laryngoscopy is the correct answer. C. Thank you. شكرا دكتور طارق. الاجابه C. اللي فات كله كوم واللي جاي كوم. سبع اسئله 4-3. دكتور مصطفى نجيب دكاتره من البنج ولا نعمل ايه؟ طيب ماشي خير. السؤال الثامن. يلا دكتور جمال حبيب الملايين. السؤال الثامن. ابيل بيشنت 35 years old is mechanically ventilated for acute on top of chronic respiratory failure. His ROS score is 0-1 on continuous infusion of fentanyl. He is receiving Bibracillin, Tazobactam, and Levofloxacin. His past medical history is significant for Burkitt lymphoma, myelodysplastic syndrome, allogenetic peripheral stem cell transplant, and chronic cutaneous and pulmonary graft versus host disease. Physical examination is most significant for erysematous papules and plaques on hands, feet, and trunk. The white blood cell is normal with 85 neutrophils, hemoglobin 6.8 gram per deciliter, and the platelet 42,000 per microliter. Serum lactate on admission was 29.7 milligram per deciliter, and is currently 9.9 milligram per deciliter. With regard to the pharmacological stress ulcer prophylaxis for this patient, which is the following is the most correct? A. Both proton pump inhibitors and H2 receptor blockers should be avoided due to thrombocytopenia. B. IV and enteral proton pump inhibitors are equally effective. C. Mortality risk is higher without stress ulcer prophylaxis. D. H2 receptor blockers are associated with increased incidence of Clostridium defect infection. Please to vote now. 60 ثانية. السؤال الثامن. هنا ليدنج نقطة. خدوا وقتكم. 60 ثانية. الفلور عارفينه بيجاوب صح ما شاء الله. عايزين يا دكتور تامر من فضلك عنوان مستشفى الفلور بس عشان نحول في الرعاية. الفلور التخصصي. ولا الدولي. ثلاثين ثانية. عشرين. منصورة خلص. 10 ثواني. خمسة أسرعيني. وخميسة خلص الأسرعين. خمسة وخميسة. فوتينج. نتيجة الفوتينج. المستشفى ضاعت خالص من كتر القر بتاعي الحقيقة. القر بتاعي ضايع مستشفى الفلورا يا دكتور إسلام. يعني خرجت من المنظومة. نتائج يا دكتور جمال. هو هنا للأسف الثلاثة سواء الفلور أو القصر العيني أو المنصورة كلهم جاوبوا سي. وهي الإجابة الصحيحة هي بي. هو هنا العيانين اللي عندنا اللي هو عندهم هاي ريسك اللي يحصل له ستريس. الميجور ريسك فاكتورز دايما الميكانيكال فنتيليشن اكتر من 48 ساعه ودي كان موجود. الكواجولوباسي وكان موضوع. البليتليت كاونت اقل من 50 وهنا كانت موجوده. الاي ان ار اكتر من 1.5 تايمز. والتروماتيك برين انجري والهيستوري اوف جي اي تي او السريشن ان ذا بريسيدنج ييرز. فهنا مانداتوري العيانين ان ناخد بروفيلاكسز والانتروفينز والانترر ار ايكوالي افكتيف. دي الاجابه الصحيحه. مفيش حد سقف له. كنا بنسقف للفلور حتى مفيش حد نسقف له. داخلين على السؤال التاسع. في ثلاث فرص.
يتجاوب السؤالين وهما ما يجاوبوش واحد منهم، يا اما نخطفهم فيعني، يا اما نجيب الفلور يلعب معاكم، بس الفلور خاب. السؤال التاسع الاستاذ الدكتور اشرف مذكور، يلا يا باشا يلا بقى عشان سؤال طويل. خلي بالك، A 44 year old woman is seen for evaluation of chronic cough for the last past 24 years. She has had extensive allergy testing and her symptoms have been unresponsive to bronchodilator. Because of her progressive breathlessness, she was referred for a pulmonary evaluation. Her cough is dry and non-productive. She experienced paroxysm of coughing fits with gapping. Her cough is more pronounced at night, increased with temperature shifts. Inhaled irritants and deep breathing associated with symptoms include intermittent flushing and concomitant watery diarrhea that she noticed over the past years. Pulmonary function testing are shown in the table below. A posterior-anterior chest radiograph was obtained, followed by CT imaging of the chest. نوريلهم CT الأول وال... شوفوا الفانكشنز الأول كده واستمعوا فيها كده. هات اللي بعد كده الاكس راي. ايوه كبرها سنه، كبر كبر الصورتين لو سمحت. حلو قوي، كفايه، متشكرين. To define the radiographic abnormalities, a surgical lung biopsy was performed as seen in the images of the histological sample revealed hyper inflated parenchyma with numerous small carcinoid tumorless that are free of cytological atypia, increased mitosis activity or necrosis. Nests of neuroendocrinal cells are also visible in the subepithelial. ارجع 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 كمان. هقراها لكم تاني. To define the radiological abnormalities, a surgical lung biopsy was performed as seen in the images. Histological samples revealed hyperinflated parenchyma with numerous. ثانية واحدة دكتور أشرف بعد إذنك نوري لهم الباثولوجي. لسه أنا لسه هكمل بقية الشرح بتاعه. اتفضل. With numerous ثلاث سطور. Small carcinoid tumorless that are free of cytological atypia and increased mitosis activity or necrosis. Nest of neuroendocrine cells that are also visible in the subepithelial compartment of the bronchioles. The alveolated parenchyma is hyperinflated with patchy mild chronic cellular bronchiolitis along with other bronchioles, showing subepithelial scarring and ulceration consistent with component of constrictive or ulcerative bronchiolitis. No granuloma are present. No lymphoid hyperplasia is identified. سؤال لسه كل ده؟ سؤال طويل جدا. Which of the following is the correct answer? The condition is a smoking-related lung disease. This is a pre-malignant condition in which neuroendocrine cell proliferation is more pronounced than the normal. Men are more commonly affected than women. ده الإجابة C. الإجابة D. Bronchoscopy with transbronchial lung biopsy provides a confident diagnosis in most patients. Please vote now. لو حد فاكر حاجة يعني. Vote now. فلور روح. Pulmonary function. حاضر. نرجع 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 بس نكبر الجدول. كبر الجدول لو سمحت دكتور اسلام. اوكي 30 ثانيه. عشرين منصوره خلص ما شاء الله. 15 قصر العيني خلص. الفلور هو اللي نايم فهنسيب له وقت شويه، خمس ثواني كده ولا حاجه. دينا الفوت من فضلك. يا سلام على الفلور. الاجابه كل الناس جاوبت صح، القصر العيني جاوب صح، والمنصوره صح، والفلور صح.
طبعا هي الـ this is a pre-malignant condition. ايه هي دي الكونديشن؟ هي condition of diffuse idiopathic pulmonary neuroendocrine cell hyperplasia. هي القصة ان النيوروendocrine cell hyperplasia بيبقى فيها neuroendocrine cells فيها proliferation. دي بتعتبر pre-malignant condition, more common اكتر في الومن, بتيجي في non-smokers. الترانس برونكال لانج بايوبسي طبعا بتطلع كمية قليلة, احسن حاجة هي السيرجيكال بايوبسي, عشان كده الاجابة اللي بيه هي احسن اجابة. هي يعني صراحة انا بهنيكم ان انت جاوبتوا بعد الطول ده كله. السؤال واضح ان الاسئلة يعني بعد 9 اسئلة النتيجة 5-4 لصالح المنصورة. مكمل؟ فضل سؤال دكتور طارق بقى, مش اي حد, دكتور طارق صفر. يلا يا باش, يلا. لا سؤال سهل. In leading a quality improvement project, you discover that participants in the pulmonary rehab program at your institution improved their 6-minute walk test distance at 8 weeks by only 21 meters. You are tasked to improve this outcome. The existing pulmonary rehab program is hospital-based and offers sessions 3 times per week, each session lasting for more approximately 100 minutes. The program consists of varied educational classes rotating on an 8-week cycle, each lasting approximately 60 minutes, rubber band resistance exercise and upper and lower limb resistance and weight training exercise lasting approximately 30 minutes and walking lasting approximately 10 minutes. To assist you in your task, your hospital administrator quickly informs you that there are no additional resources or funding that can be allocated into the program at this time. So which of the following changes would you institute to improve the outcome in the PR program? Number one, A, decrease exercise training session duration to 60 minutes and increase training session frequency to 5 times per week. B, decrease duration of resistance and weight training exercise and increase duration of walking. C, decrease duration of education and introduce stretching exercises into the training program. D, decrease duration of education and increase duration of resistance and weight training exercise. Good. Now, القصر العيني عندهم وحده rehabilitation. المنصورة عندهم دكتور حفني, دكتور عباس, يبقى هم اللي هيجاوبوا صح عشان ما عندهمش احنا الفلور. ربنا يسهل. نركز 45 ثانية. الأسئلة متنوعة ما بين الاي سي يو, ميكانيكال فنتليشن, فيكشن كنترول. 30 ثانية. القصر العيني خلص؟ على مهلك, على مهلك. المنصورة خلص. دينا الفوتينج, نتيجة الفوتينج لو سمحت. يا سلام, مستشفى صحي, الفلور صحي. طيب هارد لك المنصورة دي. والقصر العيني بي كوركت. درو ماتش, انتهى الوقت الاصلي بالتعادل بين الفريقين 5-5. ان هو the most impactful change to the program will be to increase the duration of walking, تحسنوا الكفاءه بالمشي. فتعادل. النتيجه بي, اصل العيني كسب بعد العشر اسئله, الوقت الاصلي 5-5. هنخش على طول في أسئلة الجزاء الترجيحية. كوتش فين؟ منصورة؟ مين أول واحد هيقعد؟ أو اللي هيجاوب؟ الكوتش يختار بسرعة. حفني. يلا دكتور مصطفى اختاروا حد. مين؟ تعالي قدام هنا يا هديل. اخترنا مين؟ هجيب لك حد من الفلور ولا إيه؟ مش عايزين يطلعوا؟ تعالى تعالى تعالى. مش عايز اي كلام من بقيه زمايل هنا. تعالي جنب هنا لو سمحتي. ايوه تعالى يا باشا هنا. سؤال ال11, استاذ الدكتور جمال ربيع.
هدوء يا جماعه ولسه ما ظهر عشان دي فيها ماتش لا ما ظهر ده الاجابه ده للبيزا يعني بيا برضو سؤال 11 قول a 33 years old black man who was seen by his primary care physician for snoring and choking during sleep. His wife is concerned by frequent nocturnal awakening and his daytime sleeplessness. He is worried that his job performance is affected by sleepiness and is interested in treatment as he suffers family members who are treated for sleep apnea with an excellent results. The patient medical history includes hypertension for which he takes lisinopril HCTZ. He is otherwise healthy. He works in marketing with regular day hours. He is obese with a score of 4 and microgynesia. Nasal patency is good with midline septum. His EPORS sleepiness scale score is 18. His home sleep test indicates severe obstructive sleep apnea with apnea hypopnea index 42 لكل ساعة. Saturation كان 87%. His BCB 78%. BCB prescribed an auto CPAP with a range 8 ل 16 سنتيمتر ووتر and a nasal mask. Which of the following details about this patient is most likely to predict good early CPAP adherence? A. His race and work situation. B. His marital state and wife concerns. C. That sleep testing was ordered by his primary care physician. With the type of device chosen for treatment. قبل ما نفوت وقبل 60 ثانية لو سمحتوا ما حدش يعني كله في سره 60 ثانية والفوتنج على هنا بيه عشان الأصل عيني غششك غلط طبعا تعالي حضرتك هنا بس شكرا طبعا التركة في ضربات الجزاء الترجيحية بنختار أسئلة متخصصة للسليب من قبل ما يعرف الكوتش هنا وهنا نوع السؤال ايه فبيختار حد ويعني بقى هل هو في السليب ولا لا 30 ثانية خدي وقتك يا هديل هديل ولا هدير باللام خدي وقتك انت كده بتطلعي كلية بتطلعي جامعة والمنصورة بالراحة خالص مالكش دعوة بقى بحكاية ماريتال ستيتس وايف مش يعني مش أي حاجة تركز فيها لو سمحت يلا خلاص خلاص شكرا الفلور عمل فوتنج ولا لا ادينا الفلور طبعا هنلاقي واحد بس اللي عمل فوتنج الناس كانت سر لا دكتور جمال هو الفلور هو اللي صح البي لكن لكن المنصورة اختارت A والقصر العيني دي والإجابتين غلط ودي الفايدة الوحيدة للجواز الفايدة الوحيدة للجواز ان الست بتخلي جوزها غصبا عن عينه يتعالج من الاوبستراكتيف ستيب أبن طلع في فايدة للجواز الحمد لله الحمد لله الحمد لله سؤال 12 بسرعة عشان الوقت حضرتك خلصت فحرك عشان ما يخترقش تاني دكتور حفني مين اللي جاي يلا دكتور مصطفى بسرعه تعالى اسمي دكتور محمد شعبان والدكتور محمد برضو سهلالي تعالى اهو بسرعه انت شفت لا مش مهم احنا طلعنا السؤال بس ما طلعش الاجابه مش مشكله رجعناه تلاش لا تقلق لا 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 تقلق انت شفت الاجابة ها شفت الاجابة كتر خيرك شكرا لصدقك برافو متشكرين لصدقك الف الف شكر هنجيب السؤال 13 ده هيبقى مع الدكتور طارق
سؤال 13. هيبقى في جايزة. يلا سؤال 13 دكتور طارق. A 56 year old male construction worker presents with multiple traumatic injuries after a building under construction collapses on him. Extrication took more than 6 hours. قبل ما طلعوه on presentation blood pressure is كذا 90 over 56. Pulse rate 112, respiratory rate 24. He's alert and oriented, and he can respond and follow commands. He has lacerations with developing injuries to the right upper and lower extremities, and long bone fractures of the right upper and lower extremities. He doesn't have significant injuries to the thorax, abdomen, head and neck, or left upper or lower extremities. A CT scan of the head and neck reveals no abnormalities. Past medical history is significant for hypertension, COPD, coronary artery disease. He received surgical stabilizing treatment and is admitted to the ICU for care. Which of the following is true concerning this patient's outcome from traumatic injury? A, the patient's COPD and coronary artery disease are not implicated in his outcome from acute trauma. Blunt and penetrating trauma are equivalent mortality risk factors. C, in ionized calcium level less than 4 milligrams per deciliter has been associated with a 50% increase in mortality from trauma. D, the patient's elevated heart rate increases the trauma and injury severity score. General ICU, يلا 60 ثانية. الأسئلة دي دكتور إسلام يروحوا الستيس هظن بيها، يعني أنا بتكلم جد مش بهزر، دي اللي بيخشوا بيها الامتحان بتاع البورد. 40 ثانية. عشرين ثانية. خد وقتك للآخر. عشرة. خمسة. يلا دينا الفوتينج. الاثنين صح، الـ correct answer is C. و النقطة بقى اللي هو الـ ionized calcium level أقل من 4 milligram has been associated with a 50% increase in mortality from trauma. فالـ two groups. Two teams والفلور. حاجة عظيمة كله جدا. صح. كل كسبان. عايزين لعيب من هنا ثالث ولعيب ثالث. دكتور ثالث دكتور ثالث عشان السؤال اللي بعد كده البتاع ده بيجري يا رب ما يجيبش الإجابة. بس بس مفتوح قاعدين. هو في حاجة عايزين نخسر الدكتور جمال ولا حاجة؟ لا تمام قاعدين. ها قاعدين. اتفضل يا بيه دكتور جمال. السؤال بعد كده. A 2 years old boy is admitted to ICU with pneumonia and is intubated for respiratory failure. His oxygenation is poor despite moderate amount of mechanical ventilatory support and supplemental oxygen. Systemic oxygen delivery in this patient is best enhanced by A, increasing BEEP from 10 cm water to 15. B, increasing FiO2 from 0.6 to 0.8. C, decreasing heart rate from 180 to 140. D, increasing hemoglobin level from 65 gram per liter to 90 gram per liter. Vote now. يلا 60 ثانية والفلور. سهل ده، سهل ده. الاثنين هجاوبوا صح والفلور هجاوبوا صح. حد معاك كوين يا جماعة عشان القرعة؟
45 ثانية. ثلاثين. حد خلص ولا خد وقتكم مفيش مشكلة خالص. عشرين. عشرة. خلاص خلاص ودي حبيبي فوتينج طلع النتيجة. فلور نام وسنورينج كمان انا سامع سنورينج عايز سيباب الفلور. يلا دكتور جمال. ان الإجابة الصحيحة هي الدي. فهي القصر العيني صح والمنصورة ايه غلط. هي فكرتها ان احنا كاتبين الاكسجين ديليفري للتيشوز. الاكسجين ديليفري زي ما احنا عارفين هو قضية الاكسجين كونتنت هو في جزئين. جزء بيبقى اكسجين ان كيميكال كومباينيشن مع الهيموجلوبين وده بيساوي الهيموجلوبين كونتنت في 1.34% في الساتوريشن. والجزء اللي دي سولفيت في البلازما ده 3 من 1000 في البي او 2. فطبيعة الحال لما نزود الهيموجلوبين من 65 ل90 يبقى انا هزود الجزء الكبير اللي هو الاكسجين كونتنت ان كيميكال كومباينيشن مع الهيموجلوبين وكده هزود الاكسجين ديليفري للتيشوز. حقيقة هارد لك للمنصورة الحقيقة فريق اكثر من رائع يعني. انتهى الماتش وعشان الوقت بتاع المؤتمر نشكر الفرقتين. عندي حاجتين تو اناونس. انا قلت ان احسن فوتينج لان معانا الجهاز هياخد جايزة. احسن فوتينج الدكتور اسلام ابراهيم اتفضل. الحاجة التانية بسرعة عايز الفرقتين والكوتشز ورؤساء الاقسام والمشجعين بتوع المنصورة والقصر العيني هنا فوق. فين الجايزة؟ هنا الجايزة اسلام. بالليل متشكرين بايه؟ لا الجادجز والفرقتين الجادجز الفرقتين اطلعوا بسرعة مصطفى عم تصور. الجلسة الجاية لان احنا out of time. حاضر دكتور جمال. الجلسة الجاية مكتب الأرقام عاملين دي الصورة التذكارية للماتش النهائي الفرقتين اسلام يتصور معانا. دينا نوبارس دورجواري عماد ساندوز فريق نوبارس وساندوز. شكرا جزيلا. هنبتدي السيزون الثاني على طول. كان عندنا 23 اسم. اسم كفر الشيخ هينضم. اي اسم يحب ينضم اهلا بيكم. متشكرين جدا ليكم. شكرا جزيلا. قلت لهم يخشوا